أهلا بكم. العديد من الخطط تناقشها قمة مجموعة العشرين لهذا العام في الهند بهدف التوصل إلى الحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية، إذ تأتي في مقدمتها التغيرات المناخية التي تهدد بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الإنسانية وحرائق الغابات، كما أثرت سلبا على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وبخاصة النامية، واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم وتفاقم أزمات الديون والطاقة بعدد كبير من دول العالم، تؤسس قمة مجموعة العشرين لمرحلة جديدة من التعاون بين الدول ذات الاقتصادات الكبرى والنامية لمواجهة شبح الركود والأزمات الاقتصادية والمالية والتداعيات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والتغيرات المناخية والإجراءات الحمائية التي تشكل تهديدا بالغا لحرية التجارة والنمو الاقتصادي العالمي. هذا وتشمل القضايا المهمة التي تسعى مجموعة العشرين لحلها بشكل جذري سبل تعزيز التنمية الخضراء وتمويل وبرنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة والعمل المناخي مع تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام ومتابعة التقدم الذي حدث في جهود تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بجانب التحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، فضلا عن مناقشة جهود المؤسسات الدولية في تعزيز التنمية وتمكين المرأة بالمجال التنموي. كانت قمة العشرين التي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية عام 2017 قد مهدت الطريق لتحقيق إنجازات هامة بعد أن أعدت الحكومة الألمانية أجندة طموحة لتفعيل سياسات المجموعة على الساحة العالمية، وسط تأكيد من قادتها عزمهم على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن والمستدام وإتاحة الفرص لكافة الدول للاستفادة من المزايا التي توفرها العولمة. في السياق ذاته، تعهد قادة دول مجموعة العشرين خلال قممهم السابقة بالالتزام بتعزيز وتنفيذ معايير اجتماعية وبيئية وعمالية لضمان استقرار سلاسل التوريد والتجارة الدولية والتخفيف من الإجراءات الحمائية ولعب دور رئيسي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 باعتبارها حجر الأساس لتعزيز التنمية على المستوى العالمي. صندوق النقد الدولي دعا دول مجموعة العشرين إلى مواصلة الإجراءات الرامية إلى خفض التضخم ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بتكاليف مناسبة مع مواجهة التحديات العالمية لضمان توفر شبكة الأمان المالي على المستوى العالمي. بينما توقع صندوق النقد أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8% هذا العام. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول أبرز القضايا التي تتبناها مجموعة العشرين للحفاظ على توازن وأداء الاقتصاد بالعالم. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة.